تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعمال المرحلة الثانية من تطوير ترعة السويس بحي الجناين بطول 7 كيلومترات، ووجه مدبولي بسرعة توفير 200 مليون جنيه من وزارة التخطيط و100 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية، وذلك لاستكمال أعمال التطوير المختلفة بالمحافظة. كما شهد رئيس الوزراء أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة الزراير بحي الأربعين بمدينة السويس، واستمع إلى شرح عن إمكانات المحطة والتي تم زيادة قدرتها من 45 ألف متر مكعب كل يوم إلى 58 ألف متر مكعب، وبتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه لخدمة 130 ألف نسمة.